توقعاتك لما سيحدث مستقبلا في ظل الهجمات التي تتلقاها أوكرانيا؟ التوقعات المستقبلية هو أن تنصاع أوكرانيا إلى الضب الروسي وتعمل على حماية نفسها في تحالف استراتيجي كبير معه. من المعلوم أن هناك معلومة قد ذكرت أن منذ العام 91 في إطار التخلي عن السلاح النووي التي ورثته أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي، روسيا كانت قد دعمت أوكرانيا بما يعادل 150 مليار دولار في فترة بتاعت عقد واحد من الزمان، من أجل حسن النوايا وبناء نظام سياسي ليس محايد وإنما موالي لروسيا. ولكن النزاعات القومية التي جاءت في فترة ما بعد 2010 في تلك المنطقة، النزوع إلى الدولة القومية التي لها هوية مختلفة عن الهوية الروسية وغير هذا، جعل النخبة في أوكرانيا كلها معادية للمشروع الروسي. هنا بدأ الروس يتحسسون، يعني حتى أول شيء صراع في خط تمرير الغاز إلى ألمانيا هو نفسه جزء من الأزمات نفسها التي يمكن قد جعلت هذا المشهد يتعقد. الشيء الثاني أن بعد أن استغنت طواعية عن السلاح النووي جعلها محايدة في امتلاك القوى العسكرية الاستراتيجية. الآن أراد الغرب الممثل في حلف الناتو أن يقوم بوضع أسلحة استراتيجية في أوكرانيا، مما جعل الروس يعتبرون أن هذا التهديد قد أصبح وشيكا. هذا التدخل لولا مبادرة الناتو للوصول إلى وضع أسلحة استراتيجية وتسليح نووي في وجعل أوكرانيا دولة نووية مرة أخرى لما كان التدخل بهذه السرعة. استشعار هذا التدخل بسرعة له تجربة أخرى في بوتين نفسه، له تجربة، والروس لهم تجربة في الشيشان مثلا، كانت هنالك نظم غير موالية لروسيا فقاموا بالتدخل العسكري وحسم المعركة في أسرع ما يمكن وتنصيب أنظمة موالية له، وحصل كذلك في جورجيا.